عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. خلي سامي يفضل. الشيخ تحنوط بن محمد بن خليفة الهيان ممثل الحاكم في منطقة العين التي وزعت في جميع ميادين الدولة كل عام حرصا واهتماما للمحافظة والعادات والتقاليد العربية الأصيلة. تابعنا الشوط الماضي تابعنا سراب نسيت سعيد بن الصغير علي ديلي سجل التوقيت زمني وغدره دقيقتين وسبع ثواني. نذكركم بالتوقيت الافضل لازال تحت اقدام شاهين لسيد حمدان بن سعيد بن مبارك الاكتبي دقيقتين ثلاث ثواني. هكذا متابعين الكرام نرحب بهذه اللحظات بالشوط الرابع في مجموعة الأشواط، والشوط الرابع يحمل بكشوفات الجعدان. هذا الشوط شوط الأبكار تقدم وسير مع مقدمة هذا الشوط. شوط الجعدان تقدم مع سعيد بن مبارك، سعيد بن مبارك المنصوري حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري شاهين انتقل مع المركز الثاني، وصول مع المركز الثاني من قبل في هذا الشوط. عوده الغادم لا للسيد حميد بن محمد بن سعيد الساعدي اسم شاهين اتاخر الى المركز الثاني. شاهين سعيد بن محمد الخليل العامري المركز الرابع. هناك الوصول من قبل مياز الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. هذه النتيجة ولك شاهين حمد بن سعيد بن مبارك المصيري يقدم لنا شاهين على أرضية ميدانه يتصدر غيمة الشوط. وشوف الغدوم الله 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 شاهين سعيد بن محمد الكليلي العامري وصل هنا. وصل شاهين صالح بن محمد صالح بن محمد بن راشد المنصوري واصل به الشوط. ولكن بسلم بنقول سلام سلام يا حمد يا بن سعيد يا بن مبارك يا المنصوري ما شاء الله. هذا هو شاهين عودنا وعود جماهيره. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وصل في شاهين للسيد عبد الله بن سالم القتبي المركز الثالث، والسيد صالح محمد بن راشد المنصوري المركز الرابع. شاهين سعيد بن محمد الكليلي العامري التوقيت الزمني بهذا الشوط دقيقتين وسبع ثواني. سجل معانا شاهين. نقدم التهنئة لحمد بن سعيد بن مبارك المنصوري.